معلش معايا بنت عندها 8 سنين ونص 9 سنين يعني تمام يعني 9 سنين ان شاء الله هتكمل 9 سنين في شهر يناير الجاي. تمام. البنت دي يا دكتور وديتها وزنها قليل وطبعا هي اقل من سنها وكل ما يعني وزنها 18 كيلو وطبعا عندها قلت لحضرتك عندها 9 سنين وكل ما اوديها للدكتور بتاع عام في اذن زي حضرتك كده يقول لي هي مش محتاجه بس لما بتلتهب اللوز عندها بتجيب لها كح يا دكتور ببلغم بس هي مش بتنزل. طيب انا بس عايز اسال سؤال، انت هي حجمها صغير ده موضوع، انت بتوديها الانف والاذن بشكوى ايه؟ بشكوى يا دكتور هي طبعا لما بتقول لي زوري وجعني وبعدت طبعا تحت رقبتها كده بلاقي بلاقي اللوز يعني كبيره شويه كده فبوديها لدكاتره زي حضرتك كده بيقولوا مش محتاجه بس هي بتفضل تكح ليل ليل ونهار وبيجيب بلغم. مش محتاجه ايه؟ هو بيقول لك مش محتاجه ايه الدكتور؟ مش محتاجه جراحه، بيقول لي مش محتاجه جراحه ان هي تعمل اللوز. يعني انت رايح بتدور على استئصال اللوستين؟ انا بدور على اساس يكتب لي مثلا تحاليل اللي هي بتاع الميكروب السحابي ده وبتاع بدور على اني ارتاح من استئصال اللوز بس هو بيقول لي مش محتاجه بس هي بتترك عندها عطر يا دكتور بتخش وهي ضعيفه خالص ضعيفه نحيفه خالص يعني يعني وزنها 18 كيلو زي ما قلت لحضرتك كده. تمام. فمش عارف اعمل ايه الله يرضى عنك يا دكتور. طيب عندك اي سؤال يا دكتور؟ في اي سؤال تاني عايز تساله؟ الله يبارك في عمرك، شكرا يا دكتور. شكرا. ربنا يخليك يا استاذ احمد وشكرا لاتصالك والف سلامه عليها. دكتور جرجس عايزين نجاوبه. بصي هو راح لاكثر من دكتور وقالوا له انها مش محتاجه. ربما التهابات الحلق قد تؤدي لنفس النتائج وبرضه نفس لكن اللوز دي تشخيصها الاكلينيكي اقدر انا من خلال الفحص كدكتور انف واذن نقول تتشال او ما تتشالش. الاهم من ده الهيستوري، التاريخ المرضي للاب لما يقول انها بتلتهب التهاب متكرر اكتر من 4-5 مرات في السنه. فهو واضح من شكوته للزملاء اللي راح لهم انها مش بتتكرر بذات التكرار والا كان هو خد القرار بناء على الهيستوري على طول. كانوا على طول عملوا العمليه. كانوا عملوا العمليه لانهم بيقول لهم بتلتهب اكثر من 4-5 مرات سنويا فبالتالي ده من دوافع الاستئصال المبكره كمان. ربما الزملاء اللي شافوه هو ممكن يجي له الطفل يجي له التهاب حلق متكرر. يعني ما هواش التهاب لوستين. التهاب الحلق المتكرر دون او التهاب الحلق عموما بما فيه اللوز بيخلي اكل الطفل مش قد كده، يعني بيخلي اول حاجه في سده نفس مع الالتهابات المتكرره وفي اعاقه في البلع، فالطفل ده تلاقيه اكله ممكن يبقى مش ذات الاكل اللي بياكله الطفل ما عندوش الكلام ده. فده ممكن يبقى عامل من عوامل خساسان الطفل. على ضوء الفحص بتاعي انا لو شفت اللوستين ليها شكل معين قد تعوق النفس لان اللوز بتقع في ممر هواء وممر طعام، قد تعوق النفس يعني الطفل لما ينام الشخير اللي بيحصل لبعض الاطفال اثناء النوم مش بس سببه اللحميه او احنا بنتهم اللحميه مباشره، لا قد تكون اللوز لانها بتقع في ممر هواء اثناء النوم اللوز بتقفل ممر الهواء لانه نسيج رخو وفي عضله بتشد هذا المكان اثناء اليقظه لا تعمل او تعمل بعدم كفاءه قوي اثناء النوم فينهار هذا الجزء. فالطفل نفسه يضعف قوي ويبدا الطفل يعمل صوت اثناء النفس. على ضوء الفحص بتاع الدكتور بقى لو لقاهم كبار وخابطين في بعض كده او قافلين ممر الهواء بشكل ذو قيمه ويعوق نفسه اثناء النوم ده من العوامل انه يوجب استئصالها. غالبا الزملاء اللي شافوه ما لقوش الكلام ده واستشافوا من خلال الهيستوري بتاع الاب ان ده التهابات متكرره في الحلق. التحاليل اللي احنا بنعملها عشان نشوف الميكروب السبحي ليه ليفل معين، ليه مستوى معين، لو تعداه بنحط في اعتبارنا ان دي بقت بؤره صديديه قد تؤذي بعض اجهزه الجسم زي القلب ونسيج الكلى وركب ومفاصل الركبه. لازم يقيم الطفل بشكل معملي وبشكل اكلينيكي بالفحص بتاعي وطبعا عامل الهيستوري او تاريخ المرضي للاب ليه دور. كل الحاجات دي هو الزملاء اكيد ما طلعوش بحاجه انها عشان ما اقروش انها تعمل عمليه على طول بالظبط ان انا اتدخل بعمليه، لكن الفحص مع التاريخ المرضي مع التشخيص المعملي اقدر اقرر واعمل العمليه ولا لا. طب دكتور ايه علاقتها بوزنها؟ يعني هو الوالد بيقول انها كمان قليله في الوزن ويا ترى دي علاقه الالتهابات الشديده اللي عندها بتاثر على المعده بتاثر على حاجه زي ما حضرتك بتقول انها بتاثر على مجرى التنفس كمان ليها تاثير على المعده ولا لا؟ التهابات الحلق او اللوستين اي بؤره التهاب في الجسم خصوصا في هذا المكان بيخلي المريض همدان تعبان
عنده سدت نفس. تمام، كلام سليم جدا. السدت النفس دي من الـ من الـ من الاعراض الاساسيه جدا في البؤر، التهاب الحاده، خلي وطبعا سخونيه، وجع في زور. الوجع والحته اللي هو سدت النفس، الاثنين دول عاملين قد يخلوا الطفل ما ياكلش، يعني وجع في زوره بيخليه مش قابل الاكل قوي. سدت النفس طبعا العموميه ناتجه عن البؤر الالتهاب برضه ما تخليش اكله بذات الـ 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 الطبيعيه يعني. فبالتالي خلاص هو عنده عاملين هو لقله الاكل ده، لو امتد لفترات طويله او اتكرر كتير الطفل الطبيعي هيبقى وزنه قليل لانه ما بياكلش، باختصار لانه اكله قل عن الطبيعي فبالتالي وزنه قل. قد يكون ده عامل، قد يكون عنده عامل لفقدان الوزن او قله الوزن نتيجه لعوامل اخرى، يعني برضه يجب ان دكتور اطفال يبص عليه برضه، بما ان دكاتره انف واذن قالوا مش ده العامل المتهم بكده، حد من الاطفال دكاتره الاطفال يبص برضه ويقيم لنا الطفل باطنيا ويشوف الدنيا فيها ايه، قد يكون عنده عوامل تانية لفقدانه للوزن.